موضوع الشغل عندي بالمكتب بتشيليه من راسك نهائيا، هذا الموضوع حسمناه وحكينا فيه من وقت الخطبة. ليش ما غسلتي؟ حابة ريحة البرفان اللي عليه. ايه اسمعي لك من الاخير، انا زلمه لا بعرف لف ولا بعرف دور، هي الريحة ريحة صفاء. صفاء؟ ايه ليش كذبت علي؟ مو من يومين ثلاثة قلت لي انك بتحبني وما رح تتركني؟ يبدو انت تتذكري الشيء اللي بيعجبك والشيء اللي ما بيعجبك ما بتتذكري، بس كمان لا تنسي وتذكري منيح، قلت لك لا تبني احلام كبيرة على كلامي، هذا اللي لازم تتذكري. حطيه عندي. شو حرقتي؟ غالب يعني فيني احكي معك شوي؟ ما في فايدة، لأنه كل شيء بدك تحكي وكل شيء عم تفكري فيه بعرفه، ما في فايدة. غالب بترجعك، بس اسمعني اسمعني، خليني أقول لك شو أنا بدي. ماشي احكي، إلا موضوعين، صفاء والطلاق. ما بخاف. شفتي؟ شفتي كيف بعرف شو بدك تحكي؟ مثل ما بدك، فيك تريحني وتجاوبني. موتك قبل الطلاق وصفاء خط أحمر ممنوع تتجاوزيه. خالي مشان الله أنا لك. أنت شو أنت؟ ولك أنت ولا شيء، أنت ممنوع تحكي ولا كلمة. لك شو مالك؟ لك شو مالك؟ عاد فيك احساس؟ لك انا العجن، لك العجن، 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 لك عجيني. هدي 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 هدي. عفوا عفوا دكتور، انا غالب دكتور.